25 عاماً قضاها عابد القرشي في إفطار الصائمين بالحرم المكي لخدمة ضيوف المسجد خلال شهر رمضان. عودة الروح إلى الجسد كانت هي العنوان الأبرز لمشاعره بعد غياب سفر الإفطار الذي دام لعامين جراء فيروس كورونا. فرحة الناس بالعودة فرحة المولود الخارج للحياة، لسه ما حد مستوعب بعد الانقطاع العامين، بعد الابتعاد. احنا الآن نحس في حاجة لا زالت في انفسنا من السنتين والابتعاد، الألفة اللي كانت والخدمة بدأت الآن تعود. 70,000 متر هي أطوال سفر موائد الإفطار هذا العام بالمسجد الحرام، ويتجاوز عدد المستفيدين أكثر من 300,000 صائم يوميا. قديما كانت هناك النوى والنعمة الفائض ولا يوجد تنظيم والعشوائية. من يوم ما بدأ التنظيم وقدوم السقاية والرفادة صار هناك تنظيم حتى في نوعية الغذاء اللي يتقدم عن هيئة الغذاء والدواء. النوى والفائض صار غير موجود، إكرام للإطعام وحفظ النعمة صاروا يشيلوها. تعد موائد الإفطار في الحرم المكي إرثا تاريخيا قديما توارثته بعض الأسر المكاوية على مدى عقود مضت كعادة سنوية. هذه عادة من عادات أهل مكة وجيران البيت، إكرام الضيف. الضيف اللي هنا الآن ضيف الله سبحانه وتعالى، وإحنا أهل البيت وجيران البيت، إحنا أولى بإكرامه وضيافته. من الحرم المكي، سلطان السلمي، العربية.